بندر القرشي ممثل شركة مجموعة مودة العالمية في المملكة العربية السعودية شركة رائدة ومميزة في هذا المجال ومشاركين في المعرض الأردني لمد صورة التعاون بيننا وبين عملائنا في الأردن لتشجيع السياحة الدينية في الأردن حابين إن شاء الله تكون المشاركات في الأردن مستمرة ويعتبر الأردن بلدنا الثاني ونشكركم على استضافتكم لنا.